ومن بيروت أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية معنا الآن. بعد التحية أحمد، هل كنت تحدثني عن تفاصيل إطلاق صاروخ موجه من لبنان إلى مستوطنة إسرائيلية؟ تحياتي لك في البداية. بالفعل يستمر التوتر على الحدود اللبنانية الجنوبية مع إسرائيل لليوم الثامن على التوالي، إذ بدأ التوتر على الحدود اللبنانية بعد يوم من انطلاق عملية طوفان الأقصى. اليوم الأنباء المتوفرة حتى الآن أن هناك صاروخ أطلق من الأراضي اللبنانية باتجاه الشمال اللبناني، وأن هناك صف من الجانب الإسرائيلي لبعض المناطق في الأراضي اللبنانية، وهذا الأمر يتكرر لليوم الثامن. ربما كان اليوم الأعنف هو يوم أمس، إذ أعلن حزب الله استهداف 6 مواقع عسكرية للجيش الإسرائيلي في مناطق متفرقة في نطاق مزارع شبعة اللبنانية المحتلة. كما قام الجيش الإسرائيلي أيضا بقصف مكثف للقطاع الشرقي من الأراضي اللبنانية، وهو أيضا في محيط مزارع شبعة من الجانب اللبناني، وأثر هذا عن مقتل شخص على الأقل وإصابة عدد كبير. لكن هذا الصاروخ بالتحديد الذي أطلق اليوم على هذه المستوطنة، هل أدى إلى إصابات معينة؟ يعني ما الذي أحدثه من إصابات سواء كان على المستوطنة أو على المواطنين الإسرائيليين المتواجدين هناك؟ المعلومة القادمة عن الصاروخ حتى الآن هي قادمة من إسرائيل، فبالتالي إسرائيل تتحدث عن سقوط 3 مصابين جراء إطلاق هذا الصاروخ، ولكن ربما يأتي هذا الصاروخ ضمن سلسلة من الصواريخ تستعد المقاومة الإسلامية في لبنان لتوجيهها نحو إسرائيل خلال اليوم. لأن كما ذكرت أن التصعيد مستمر، يعني نهج التصعيد على الحدود اللبنانية الجنوبية مستمر، وذلك رغم كل الجهود. لكن في بالنسبة لهؤلاء المصابين الذي تتحدث عنهم أحمد، يعني وسائل إعلام إسرائيلية تتحدث على أنه جراء إطلاق هذا الصاروخ منذ قليل على مستوطنة شتولة وصل عدد الجرحى الإسرائيليين إلى 5 وليس 3. ربما يتزايد العدد. الأنباء المتوفرة الآن هي من أنباء قادمة من إسرائيل، أما الجانب اللبناني لم تعلن أي جهة في لبنان حتى الآن مسؤوليتها عن عملية إطلاق الصاروخ وما أحدثه من أضرار. بالأمس كانت هناك عملية صباح اليوم في مثل هذا التوقيت، ولكن كانت عملية تسلل قامت بها بعض الفصائل الفلسطينية الموجودة في الأراضي اللبنانية، فكانت العملية الصباحية تبعا للفصائل الفلسطينية، ثم العمليات التي تمت على مدار اليوم والاستهداف ل6 مواقع تبناها حزب الله اللبناني. نتيجة لما حدث من إطلاق صاروخ، يعني وأنا أحدثك الآن، هناك أنباء حول أن الجيش الإسرائيلي، جيش الاحتلال الإسرائيلي، يستهدف الآن قرية أو منطقة عيسى بجنوب لبنان جراء ما حدث من إطلاق لهذا الصاروخ أحمد، فكيف تبدو التفاصيل إلى الآن لديك حول هذا الرد الإسرائيلي؟ الرد الإسرائيلي، هناك قصف على منطقة عيت الشعب في القطاع الأوسط من الحدود الجنوبية اللبنانية. على مدار الأيام الأولى ربما تركزت المواجهات أو تبادل القصف الصاروخي في القطاع الغربي، بالأمس كانت في القطاع الشرقي من الحدود الجنوبية اللبنانية، أما اليوم القصف يتركز في القطاع الأوسط من الحدود، وهو ما ينذر أيضا بتصعيد محتمل لكافة الحدود اللبنانية الجنوبية على مدار الفترة المقبلة، ولكن القصف الإسرائيلي للمناطق الجنوبية مستمر في هذه الأثناء. نعم، ماذا عن التحركات بالنسبة للمواطنين، يعني نتيجة لهذا الرد الإسرائيلي على هذا الصاروخ الذي أصاب مستوطنة شتولة، وخاصة فيما يتعلق بالمواطنين المتواجدين في منطقة عيسى الشعب من خلال مثلا يعني التحركات التي يقومون بها وغيره؟ في الحقيقة أن المواطنين في الجنوب اللبناني هناك حالة نزوح كبيرة منذ بدء المواجهات أو بدء التوتر على الحدود اللبنانية الجنوبية يوم الأحد الماضي. هذا النزوح، عدد كبير من المواطنين تركوا منازلهم في القرى والبلدات في السياج الحدودي الموازي مع إسرائيل واتجهوا إلى مدينة صيدا أو إلى العاصمة اللبنانية بيروت. أيضا هناك قطاع كبير من المواطنين لجوا إلى مراكز إيواء، وخصوصا من سكان المناطق التي تم استهدافها من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في المناطق الجنوبية اللبنانية. فهذه مراكز الإيواء بدأت تضم عدد كبير من المواطنين، والمناطق الجنوبية حتى الآن
هناك ايضا حاله من الانقسام بين المواطنين ما بين استنفار واستعداد لمواجهه اي تصعيد محتمل من التصعيد، وبين مطالبون ب او مطالبين ب منع اندرار لبنان لتصدي حرب مع اسرائيل وفتح جبهه على الحدود الجنوبيه اللبنانيه. ولكن في الاخير الوضع على الحدود اللبنانيه الجنوبيه ربما يتاهب لتصعيد محتمل خلال الساعات المقبله او خلال الايام المقبله، وخصوصا ان الوضع في غزه لا يزال يتمادى والاوضاع تسوء في ظل الظروف الراهنه. فبالتالي هناك استنفار طبيعي على الحدود اللبنانيه الجنوبيه، وذلك رغم المحاولات الكثيفه من قوه الامم المتحده المؤقته في لبنان للتوصل بين الجانبين اللبناني والاسرائيلي لمنع زياده واشتعال فتيل التوتر في هذه المنطقه الحدوديه. في مثل هذه يعني اللحظات يعني من هذا القصف المتبادل ما بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة المتواجدة في جنوب لبنان، يعني ما الذي يمكن أن تفعله اليونيفيل المتواجدة كما قلت أحمد؟ يعني هل هي تتواصل مع الجانبين أم أنها يعني فقط يكون لها ردود فعل إعلامية؟ بالفعل هي تتواصل بين الجانبين، وربما عدم انتيار الوضع على الجنوب اللبناني وزيادة التوتر ربما مرجعه في ذلك إلى قوة الأمم المتحدة اليونيفيل الموجودة في الجنوب اللبناني. اليونيفيل تضم قوة من 10,000 جندي من أكثر من 48 دولة على مستوى العالم. هذه القوة مسؤوليتها تسيير دوريات بطول الحدود اللبنانية من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب لضمان الاستقرار والحفاظ على الاستقرار في هذه المناطق، وذلك بالتنسيق ايضا مع قوه ودوريات كثيفه من الجيش اللبناني لاجراء عمليات تمشيط اكتشاف اماكن يخرج منها الصواريخ او الاماكن التي يكون فيها استنفار كبير على الحدود اللبنانيه الجنوبيه. صحيح. ودائما ما يكون يعني القصف الاسرائيلي يعني مشددا احمد، يعني في مثل هذه الحالات عندما يتم اطلاق اي صواريخ على يعني المستوطنات الإسرائيلية، فهل هذا يؤدي إلى إفراغ هذه المنطقة في الجنوب التي يخرج منها القصف بصورة كبيرة، إفراغها من المواطنين وبالتالي تصبح منطقة خالية؟ لم يحدث هذا الأمر، يعني من خلال مشاهدتنا في الجنوب اللبناني على مدار الأيام الماضية البيوت هناك عدد كبير جدا من السكان لم يتركوا منازلهم ورفضوا المغادرة، أيضا هناك استنفار صواريخ وهناك أسلحة ومعدات للمقاومة منتشرة على طول الحدود اللبنانية بدليل إطلاق صواريخ بكثافة ناحية إسرائيل من الحدود اللبنانية الجنوبية. ولكن وربما تتحدث أيضا أو يتحدث متحدثون عن حزب الله وعن المقاومة الإسلامية في لبنان عن إمكانية فتح جبهة بسهولة إذا تم التصعيد من الجانب الإسرائيلي، فبالتالي الجنوب لم يتم إخلاؤه من سكانه ولم أيضا يتم إخلاؤه من الأسلحة المجهزة في حال تصعيد أو التوتر على الحدود الجنوبية اللبنانية. لكن بالنسبة للمناطق أو بالتحديد المنازل أو الأماكن الضيقة التي ما يعني تستهدفها قوات الاحتلال الإسرائيلي يتم تفريغها من أماكنها، وبالتالي اتجاه المواطنين المتواجدين في هذه المناطق التي تستهدف إلى مراكز إيواء بالضرورة. بالتأكيد هناك مراكز إيواء تم إعدادها بشكل كثيف جدا في مدينة نور في جنوب اللبناني. أيضا هناك عدد كما ذكرت عدد من السكان توجهوا إلى العاصمة اللبنانية بيروت هربا من الاشتباكات والتوتر القائم على الجنوب اللبناني، ولكن مراكز الإيواء مخصصة بشكل أساسي لمتضرري العمليات الإسرائيلية والاستهداف الإسرائيلي والقصف الإسرائيلي على المناطق الجنوبية الذين لا يتمكنون من مغادرة الجنوب اللبناني، وخصوصا أن أيضا مراكز الإيواء مجهزة بوحدات إسعاف ووحدات لإغاثة من تأثر منازلهم أو من تأثرت منازلهم جراء القصف الإسرائيلي.